اهلا بكم مشاهدينا الاحباء، نلتقيكم بحلقه جديده من برنامج استوديو الناس على قناه الفلوجه الفضائيه، ونتابع كل ما هو جديد واهم معاناه المواطن والعقبات التي يواجهها في المجتمع وفي الحياه عموما. هناك الكثير ايضا من الظواهر المنتشره في السنوات الاخيره، لابد ان تكون هناك حلول لها، سواء اليوم طرح عن طريق برنامجنا للتوعيه اكثر او عن طريق التواصل مع الجهات المسؤوله اللي ممكن تساعد في ايجاد حلول كثيره وأيضا قضايا تهم المواطن. اليوم موضوعنا أيضا المواضيع اللي لابد أن نسلط الضوء عليها، وهي الإنترنت ما بين الكيبل الضوئي والأبراج وتأثيره على المواطن. إذن مشاهدينا الأحبة، من جديد نبدأ معكم حلقتنا وتفاصيل كثيرة حول موضوع خدمة الانترنت في العراق وشبكات المتعددة وأيضا معاناة المواطن وحتى أصحاب بعض الشركات وأيضا الأبراج. اليوم نتابع التفاصيل، رقمنا رح تكون ظهر أسفل الشاشة للمشاركة بالحلقة. أتمنى اليوم تعبرون عن رأيكم بهذا الموضوع، خدمة الانترنت بالعراق وكيف تشوفوها. كل شخص بمنطقته أتمنى يتحدث لي عن منطقته بالتحديد، لكون هو يعني أدرى بالوضع والخدمة كيف تكون في منطقته، كذلك أيضا كيف يشوف الخدمات الجديدة أو الطرح الجديد مثل الكابل الضوئي، أو حتى بالنسبة للمشروع الوطني حالياً اللي من المفترض أن يتم الآن إكمال هذا المشروع، كذلك حتى في باقي مناطق كردستان مشروع الـ FTTH وبعض الشبكات اللي منها طبعاً، يعني ممكن تكون طبعاً الكثير منها عملت بطريقة وبجودة عالية جداً و لاقت استحسان المواطن، لكن احنا اليوم نتحدث عن معاناة المواطن والسلبيات اللي يتعرض لها من خلال العمل على الانترنت، سواء كان مو بس للتسلية او لتقضية الوقت او استخدام فقط الانترنت يعني في المنزل، وانما نتحدث اليوم عن مشاريع مهمة تقام عن طريق الانترنت، نتحدث عن ناس موظفين يعملون عن طريق الانترنت او اشخاص كل مشاريعهم واعمالهم عن طريق الانترنت، فهذه مشكلة وعائق كبير بالنسبة لهم. أيضا حتى بعض الدوائر الحكومية اللي ممكن تعتمد على الانترنت في بعض المعاملات وغيرها اللي راح نتحدث عنها اليوم، واللي ممكن تسبب عائق كبير بالنسبة للمواطن. نتواصل وياكم بالتفاصيل أكثر بموضوعنا، وأيضا خلي نشاهد التقرير لنتعرف على تفاصيل أكثر بهذا التقرير، خليكم ويانا. منافسة بين أصحاب شبكات تجهيز الإنترنت للمواطنين عبر الأبراج الهوائية التي كانت تغطي أسطح المباني لسنوات دون أي منازع، وما بين الشركات التي تعتمد على الألياف الزجاجية في الآونة الأخيرة، جعل التناحر قائما على شتى الأشكال في وقت يقول فيه المجهزون عبر ما يعرف بالناقل الوطني أو بالكيبل الضوئي أن الغلبة في النهاية ستكون لمن سيجهز خدمة الإنترنت بشكل أفضل. احنا شركاتنا من ضمن الشركات اللي تعرضت ايضا لاعراض تخريب، سواء كان على مستوى كابينات الكيبل الضوئي اللي نتفاجأ انه نلقى اشخاص جايين وضاربين الكابينة وقاطعين الكيبل، أو على مستوى أنه منافسة ممكن تكون غير شريفة من قبل بعض الشركات في سبيل بس مجرد أنه تشويه سمعة شركة عن شركة. وزيرة الاتصالات وفي تصريح خاص لقناة الفلوجة أشارت إلى رصد عمليات تخريب طالت كابينات الكيبل الضوئي من قبل بعض وكلاء تجهيز الإنترنت عبر الأبراج والذين يتضررون من المشروع الوطني، فيما وصفت الأمر بممانعة التغيير التي ستزول مع الوقت ومتابعة الجهات الأمنية. عادة الوكلاء، بعض الوكلاء يلجؤون للتخريب من أجل أن يستمرون بتقديم الخدمة بواسطة الأبراج ومنع الناس من الذهاب للألياف الضوئية، فيعمدون إلى حرق الكابينات وقطع الألياف الضوئية، لكن مع الزمن هي هذه ممانعة التغيير، يجب أنه إحنا نتعاون مع الأمن الوطني وغيرها، لكن مع الزمن إن شاء الله ماضي بهذا. مسؤولون محليون رحبوا بفكرة دخول خدمة مشاريع الإنترنت ذات القطاع المشترك، حيث ستكون الرقابة الحكومية أكثر رصانة في حفظ خصوصية بيانات المستفيدين،
وحجب المواقع التي تؤثر على أفكار الشباب والأطفال والعائلة العراقية، كما أعربوا عن أملهم أن ينعكس تطوير خدمات الإنترنت على تعظيم الاقتصاد من خلال تطبيق الحوكمة في مؤسسات الدولة بهدف القضاء على الفساد، خاصة بالموانئ وبالجمارك، لأنه حاليا الفساد اللي يصير والثراء اللي صار يعني من أبسط موظف بداخل هاي المؤسسات الدولة أصبح من أثرياء مو العراق، على أثرياء على مستوى العالم بسبب غياب الأتمتة وغياب الحوكمة والتصرف هذه الورقي والتزوير والأختام المزورة. ومع الانفتاح الكبير لسوق شركات الإنترنت، يأمل المواطن أن يحصل على خدمة تضاهي الخدمة الموجودة في الدول المتقدمة وبسعر معقول. خالد السلامة لقناة الفلوجة البصرة. إذن شكراً خالد على هذا التقرير، كان في البصرة أيضاً يعني المعاناة وربما العقبات يواجه المواطن أيضاً في باقي المحافظات وفي بغداد. طبعاً البعض منها ربما الخدمة جيدة، احنا اليوم نتحدث عن بعض المناطق التي يعانون بشكل كبير. المشكلة بالمنافسة بين الشركات أيضاً ممكن تؤدي بحالة التخريب مثل ما شاهدتوا بالتقرير، يعني هناك للأسف بعض المخربين يستخدمون طرق ووسائل من أجل الإيقاع بشركات معينة، حتى المواطن بالتالي راح يشوف هذه الخدمة غير جيدة أو ضعيفة أو فيها مساوئ كثيرة. طبعا هو المواطن يعني ما راح يكون على علم بتفاصيل كثيرة حول المنافسة بهذه الشركات، لذلك تعمد بعضهم استخدام هذه الوسائل والطرق للأسف اللي احنا نسميها منافسة غير شريفة من أجل الحصول على يكونون هم الأفضلية لهم، وبالتالي أيضا راح تكون هناك شركات متضررة، ربما أيضا منها أصحاب الأبراج اللي البعض منهم تضرروا بطرق مختلفة بخصوصا بعد الاستحداث اللي صار وأيضا الشبكات الجديدة. وأيضا اليوم نريد نعرف معاناة بعضهم، لذلك حاولنا نتواصل معهم، واليوم أيضا ضيفي الأستاذ عصام حسين مجهز خدمة الإنترنت للأبراج. أهلا ومرحبا بك أستاذ عصام. أهلا وسهلا بك، مساء الخير، مساء العافية على جميع الأخوة في قناة الفلوجة الفضائية، وشكرا لكم على هذه الاستضافة الرائعة. اهلا وسهلا بك. بدايه يعني استاذ عصام، احنا اليوم ربما يعني لابد ان نسلط الضوء على تفاصيل خدمه الانترنت في العراق وموضوع ايضا يعني انتم كمواطنين وتعملون على الابراج لابد ان تكون لديكم هناك عقبات ومعاناه كثيره، فلابد ان يتعرف عليها المواطن وكذلك تصل الى الجهات المسؤوله. اليوم الكثير يتحدث عن معاناة أصحاب الأبراج خصوصا بعد مشروع بعد بدء المشروع الوطني، فهل هذا صحيح؟ هل لديكم معاناة؟ نعم ست الفاضلة، مثل ما تعرفين أن اليوم أغلب أصحاب الأبراج هم من الخريجين الذين يجدون فرصة عمل في دوائر الدولة واتجهوا إلى القطاع الخاص بالعمل بالأبراج، كانت لهم فرصة للربح في ظل هذه الفترة اللي عملوا بها، ولكن يا ست العزة مثل ما تعرفين أي أشياء تقدم من قبل الشركة المجهزة إلى صاحب برج الإنترنت ماكو أي دعم، ماكو أي شيء بالمقابل، ولكن صاحب البرج الإنترنت يحاول إيصال خدمة للمواطن بالصورة اللي يتلقاها من المصدر، فإذا كان ضعف أو خلل بالشبكة فهذا الضعف والخلل يأتي من الشبكة طبعا المصدر الرئيسي المجهز للخدمة. ولكن المعاناة في الفترة اللي حالية اللي يمر بها صاحب البرج أنه نفس الشركة اللي تجهز للخدمة صاحب البرج هي نفس المشاركة بالمشروع الوطني، ولكن أحد سبل إنجاح المشروع الوطني و القاء اللام على أصحاب الأبراج هي ضعف الخدمة الآن مقدمة من خلال خدمة الوايرليس مقارنة بالخدمة من المشروع الوطني، وجميع الخدمات الصراحة بالعراق هي لا تلبي متطلبات المواطن العراقي. أنا كصاحب برج أحكي عن نفسي وأحكي عن بقية أصحاب الأبراج. طيب يعني ضعف الخدمة أين يكمن الخلل في ضعف الخدمة؟ من أين يعني يبدأ؟ طبعا ضعف الخدمه من الشركات المجهزه، عدم الرقابه، عدم وجود شركات رصينه، هذا الشيء ادى الى ضعف الخدمه، وخصوصا احنا بالعراق مقارنه بالبلدان المجاوره. لما نسافر دوله من الدول ونشترك خدمه اولا تكون الدفع بقيمه اقل والجوده مالت تكون اعلى، فهذا الشيء عانى من المواطن باغلب الاحيان لما نسافر الى اقليم كردستان من ضمن حدود العراق داخل العراق. صحيح. لما تسافر تحس بانه اكو فرق بالخدمه. وهذا الشيء ملموس من قبل الكل، وبالاضافه الى التكاليف تجد ان التكاليف اوطى،
موضوع التكاليف انا رح اتحدث عنه يحتاج له يعني وقت طويل جدا. يعني موضوع التكاليف اليوم المواطن يشتكي يعني من الكلفه العاليه، وايضا يشتكي منكم انتم يعني كاصحاب ابراج انه انتم المجهزين يعني لخدمه الانترنت. فيعني الفكره انه هل فعلا الاسعار تكون ثابته منكم حتى تتضح للمواطن اكثر، ام هي بسبب يعني التجهيز من الشركات؟ هي تجهيز الشركات تكاد ان تكون باسعار تعطوك اسعار ثابته، الشركه تعطيك على الكارت قيمه الايكونومي او الستاندر او التيربو وغيرها، يعني تعطيك اسعار انت تحمل عليها شيء مبلغ لانه عندك مصاريف هوايه، عندك مصاريف كهرباء، عندك مصاريف عطلات، عندك اجور صيانه دوريه، عندك انقطاع في الخدمه المقدمه انت لك، يعني انت صاحب كيبل ضوء ايضا من الشركه بين فتره وفتره هذا ينقطع، تعرفين انت مناطقنا عرضه لانه للتلف، اضرار بناء غير بناء، سيارات غيرها، فدائما انت عندك صيانه، الصيانه دوريه. يعني الارباح اللي تصورها بالاضافه على انه بعض الامور اللي تصادفك انت من عطل او كهرباء غير مستقره راح تؤدي لك مصروفات زياده، يعني انت بالحاله هاي فانت الخدمه اللي تقدمها لا تصور بانه المواطن، لا يتصور بانه صاحب البرج اللي يحصل بمبلغ الضعف او فد شيء، لا بالعكس القيمه اللي يحصل يقسمها على هو وقته، يعني هو اجور الخاصه لان يومه ضايع بين اتصالات بين تعديل بين نانو ستار بين غيره بين غيره، وهالمشاكل كلها تأثر على أصحاب الأبراج. وقتك أنت كله ضايع عبارة عن اتصالات، عندك خدمة ضعيفة أريد أشترك، وبالإضافة إلى أنه الدفع بعض الأحيان ما يكون صاحب البرج دفع مباشر، يعني المواطن ما يروح بدرجة أولى ينطي البعض وليس الكل، يعني لما يشترك ما راح يعطيك الأجور مباشر، بينما أنت لما راح تسدد الشركة تسددها بشكل مباشر، هاي كلها أضرار وهاي كلها ما يحس بها أبو الشركة، بس يحس بها صاحب البرج والمواطن في طريقة إيصال خدمة إلى صحيح. المواطن دائما يطلب طيب. الجودة بالخدمة. نعم تفضل. طيب يعني ما التحديات اللي تواجهكم خاصة في جانب المنافسة؟ ستي من جانب المنافسة احنا ككل قلت لك انا كمواطن قبل ما اكون صاحب برج اتمنى بان يكون خدمة جودة الانترنت في اعرف في مستوى اعلى من المستوى اللي احنا نشوفه. مع تواجد خدمة الانترنت بالمشروع الوطني مقارنة باصحاب الابراج بدأت الخدمة في لاصحاب الابراج تضعف من اجل انجاح خدمة المشروع الوطني. نعم. احنا كل مع خدمة المشروع الوطني مع تضامن بان توصل المواطن خدمة، بس ولكن الشركات بدت تضعف الساعات المقدمة لاصحاب الابراج مقارنة بالمشروع الوطني، المشروع الوطني بعدة تلكؤات من ضمنها بانه مو الدولة قاعدة تديرها، هم مستثمر يدير في المنطقة الفلانية، يجي مستثمر ياخذ المشروع من الدولة ويشتغل به. نعم يعني الخوف يعني من ممكن جهات متنفذة يعني ممكن تتدخل بهذا الجانب وممكن تؤثر على الخدمات أيضا. طيب يعني من المفترض أي منافسة تصير سواء كان بهذا المجال أو حتى أي مجال آخر من تصير منافسة كثيرة بين شركات راح يكون النتاج جيد للمواطن، النتيجة راح تكون يعني المواطن حيكون عنده تنوع بالخدمات. كذلك اليوم في الانترنت يعني من المفترض انتم مع الكيبل الضوئي مع يعني مختلف الشبكات يعني المسميات انتم تعرفوها اكيد، وكذلك المشروع الوطني، يعني هذا كله راح يكون تنوع للمواطن، يعني يكون له الخيار هو يختار الشيء المناسب له. هل يعني الاستنتاج راح يكون هكذا ام هناك تحديات اكبر؟ احنا بالسابق كانت اصحاب الابراج بالمنطقة الواحدة أكثر من 6-7 شركات في المنطقة الواحدة. نعم. المواطن كان له حق الاختيار ما بين التنقل ما بين الشركات إيرتلينك، سوبر سيل، أرض السواد وغيرها من الشركات، جزيرة وغيرها. كان المواطن من شيء طبيعي بأن يتنقل من هذا البرج لهذا البرج حسب الخدمة اللي تعجبه، حسب الأشياء اللي متوفر بها، حسب التوابع اللي يضيفوها، حسب نوع الخدمة، السرعة مالتها. نعم. ولكن بالوقت الحالي انا قلت لك يعني المشروع الوطني احنا كنا مؤيدين له وماكو اي معارضه، خلي تكون وسائل التنافس اكثر، خلي بدل المشروع الوطني يصير اكثر من مشروع وطني، ما خلي يكون مشروع وطني ثاني بنفس يعني المنطقه. يعني اليوم هذه المنافسه ايجابيه تعتبر؟ تعتبر ايجابيه ام هناك تدخلات سلبيه؟ هو احنا نفضل بان تكون هاي المنافسه ولكن تكون منافسه عادله، مو انت صاحب خدمه ايرتلينك ويجيك بنفس المنطقه خدمه كيبل ضوئي ايرتلينك مشروع وطني يكون هذا فرق عن هذا بالساعات. وانت دافع نفس الخدمه نفس الفلوس دافعها انت كمواطن. يعني احنا بالبدايه لما استبشرنا خيار بالمشروع الوطني كانت المبالغ اللي تقدم مبالغ 55,000 اول بدايه، بعدين 45,000، وصلوا الى مرحله 35,000 لان يكون الاقبال ضعيف من قبل المواطن. بعض المواطنين كصاحب برج انتقلوا مني عدد كلش قليل. نعم. على المشروع الوطني. نعم. وبقوا العدد تقريبا نفسه او قل من عنده، خلينا نقول نسبه 25% 20%، ولكن بقوا البعض، دليل على انه الخدمه بالابراج
نفس الخدمه اللي تقدم بالمشروع الوطني. طيب هناك العروض اللي قاعد يعرضوها على المواطن. نعم هناك يعني ما اعرف اشاعات ام فعلا الكلام صحيح انه راح يتم الغاء يعني موضوع الابراج وراح يتم الاعتماد على المشروع الوطني فقط، هل هذا صحيح؟ هل لديك يعني عندك علم بهذا الموضوع؟ ستي من هاي الناحيه ما حد يقدر يقيم هذا الشيء، لانه احنا بصراحه كابراج ما عندنا شيء يعني مخيرين بانه هذا البرج راح يزال او ما يزال. نعم. ولا راح نحصل اي تعويضات طبعا، لان تعرفين هاي الابراج قمناها بجهود ذاتيه. نعم. يعني اي مساعده من الشركه المجهزه لخدمه الانترنت ماكو بالنسبه لك. فاحنا باليوم اللي فكرنا بانه نسوي البرج وننشا هذا المشروع فكرنا بجهود ذاتيه. ولما اخذنا الخدمه اخذناها بفلوس من الشركات. نعم. فماكو اي تعويض، فاحنا نتمنى بان تكون الفرصه متاحه لاكثر عدد حتى يكون التنافس شيء كلش حلو. لا التنافس ايجابي. طيب هل لديكم دعم حكومي؟ اي دعم حكومي ماكو لاصحاب الابراج. ماكو اي دعم حكومي. نهائيا اي دعم حكومي يقدم لنا نهائيا. طيب نعم. طيب يعني اليوم ايضا موضوع معاناة المواطن، حتى اليوم نكون منصفين احنا لازم نتحدث عن معاناة المواطن، ما زالت مستمره في ضعف خدمه الانترنت سواء كان عن طريق الابراج او الكابل الضوئي او المشروع لو ايا كان، كل هذه يعني التفاصيل بعد المواطن يعاني من ضعف خدمه الانترنت، شنو السبب؟ بسبب الشركات المجهزه بالدرجه الاولى وماكو دور رقابي من وزاره الاتصال او محاسبه هاي الشركات. الشركات المجهزه هي السبب؟ نعم. يعني هي تجهزكم ب ست اصحاب صاحب البرج هو عباره عن وسيله ايصال خدمه من الشركه المجهزه للمواطن، فما بيدي اي قدره للتلاعب باي شيء من الساعات. يعني خلينا نقول المجهز ما يقدر يتصرف اذا ما من الشركه تكون عند الحزمات هي في عدد معين يعني. بالضبط، الساعات اللي تقدم من الشركه. نعم. على ضوء الاشتراك اللي راح ياخذه اللي تلقيه المشترك نفسه راح يتقدم بشكل مباشر، ما راح تقدر تلاعب بيه. طيب يعني حتى شويه تتوضح للمواطن اكثر، يعني نعم. هل الحزمات اللي تقدم لكم هي كافيه؟ ما تلبي بالطلب. يعني مقارنة بالمبلغ المدفوع ما تلبي طلب المواطن، لذلك هي توصل ضعيفة للمواطن. بالضبط أحسنتي. نعم. ولذلك نجد دائما أغلب الأحيان المواطن يثير هذا الموضوع يتصل بيك أكثر من مرة يقول لك عندي الخدمة ضعيفة، عاني ما أقدر أفتح يوتيوب، عاني ما أقدر أفتح تليجرام، عندي امتحانات، أطفالي معتمدين على الإنترنت، أنا مشترك بالإنترنت مو لأجل غاية وإنما لموضوع الدراسة لا أكثر. فهنا تصير معاناة، فأنت ما باليد حيلة. انت ماخذ خدمه. نعم. تقدمها للمواطن فقط، انت عباره عن طريق ايصال فقط. طيب انتم كمجهزين خدمه الانترنت عندكم صلاحيات بطلب حزمات اكبر؟ طلب الحزمات تكون على الساعات، يعني انت اليوم الاشتراك مالتك على مثلا يكون نوع الاشتراك 35,000 تقدر تعليه تاخذ 45,000، تقدر تعليه تاخذ 65,000، هذا اللي نقدر نسويه فقط. يعني اقصد يعني كخدمه للمواطن، كخدمه للمواطن تقدم له خدمه انترنت افضل يعني. بس احنا ما باليد حيله، كل شيء ما راح نقدر نسويه. ما بيدكم اي شيء. لانك اليوم الشركه تعطيك هذا النوع من الخدمه، يعجبك اوكي، ما يعجبك خلاص، ما مجبور تشترك منهم يقول لك. يعني المفروض اكو. وانما مو سلطه تنفيذيه حتى تفرض عليهم عقد. متنوعه، طيب اليوم برايك ما هي الحلول حتى يصبح الانترنت جيد في عموم العراق؟ لكونك انت في هذا المجال يعني. الحل الوحيد اما انه مشروع الخدمه الانترنت تكاد ان تعطى لشركات اصليه شركات اجنبيه. أو أن وزارة الاتصالات توضع ضوابط على الشركات المجهزة للإنترنت، غير هذا الشيء ما راح نقدر نقدم أي شيء ثاني. نعم. شكرا جزيلا لك أستاذ عصام حسين مجهز خدمة الانترنت، شكرا على اليوم طرحت معلومات ربما المواطن يعني بعض المواطنين ما عندهم فكرة عنها، كنا محتاجين معلومات أيضا حكومية اليوم. حاولنا بصراحة أن نتواصل مع بعض الجهات المسؤولة في وزارة الاتصالات لكن دون جدوى، ما قدرنا نحصل أحد بهم. نأمل ونتمنى إذا شاهدونا اليوم يتواصلون معنا بصورة مباشرة، أرقامنا موجودة أسفل الشاشة للتواصل والمشاركة، سواء كان من المسؤول الجهات المسؤولة اليوم تطرح شنو المشاكل اللي والعقبات اللي يواجهوها حتى تصل الحزمات بهذا الضعف إلى المواطن، هل فعلا هناك صفقات فساد بهذا الأمر؟ يعني هناك الكثير من الإشاعات، احنا نريد يظهر لنا مسؤول يأكد لنا
أنه هذه إشاعات أم هذا فعلا هناك البعض منها صحيح أو غيره. أكيد يعني هناك الكثير من الإشاعات بخصوص ليس في هذا المجال وإنما في الكثير من المختلف المجالات اللي ربما يكون هناك ضعف في بعض الإدارات. كذلك أيضا هناك الكثير للأسف من سوء التخطيط اللي يؤدي بالأخير إلى يعني فشل بعض الإدارات، ومنها تصل إلى من ضمنها موضوع الإنترنت إلى الآن صارت مشكلة عقيمة، ويعني خدمة الإنترنت أصبحت مشكلة مزمنة حال الكهرباء. معاناة المواطن من الكهرباء نفس الشيء، صار خدمة الإنترنت ومعاناة المواطن من خدمة الإنترنت. يعني هي الخوف أيضا من تداعيات الاحتكار من قبل الحكومة أو من قبل بعض الشركات أو بعض الجهات المتنفذة. موضوع الاحتكار هذا أيضا يتخوف من المواطن، لأنه راح يصير يعني المواطن لازم يدفع مبلغ معين أو تحت قانون معين فقط لشركة معينة أو جهة معينة متنفذة، فهنا ما راح يقدر، ما عنده اختيارات. فنأمل ونتمنى أن تكون خدمات الإنترنت متاحة للجميع، يكون أكو أكثر من خيار للمواطن حتى يختار الشيء المناسب له. مو كل المواطنين يقدرون يدفعون الاشتراكات المبالغ القوية حتى يأخذ حزمات جيدة. يعني هسه المواطن اللي حالته المادية ضعيفة لازم يشترك بأقل خدمة وأقل حزمات، يعني يوصل للخدمة الإنترنت جدا ضعيفة لأنه هو حالته المادية ما يقدر يدفع أكثر. يعني هاي أكيد ما راح تكون عدالة. بالتالي نأمل ونتمنى أنه يعني هناك تفاصيل كثيرة، يعني نأمل ونتمنى أنه تكون هناك يعني تنظيم بهذا الأمر والتوزيع الصحيح. نتواصل وياكم ونسمع آراءكم بخصوص موضوع خدمة الإنترنت بالعراق بعد الفاصل. إذن مشاهدينا الأحباء نواصل معكم حلقتنا اليوم والتفاصيل أكثر حول موضوع الإنترنت وخدمات متعددة، منها الكيبل الضوئي ومنها الأبراج وأيضا تأثيرها على المواطن. أرقامنا ظهر أسفل الشاشة، أتمنى نتناقش أنا وياكم بالتفاصيل اليوم حول خدمات الإنترنت المقدمة في العراق. أتمنى أسمع اقتراحاتكم ورأيكم بأي خدمة هي الأفضل إلى الآن حسب تجارب. أكيد كثير من المواطنين جربوا أكثر من خدمة، فإذا شفتوا أكو خدمة أفضل من الأخرى يا ريت لو تعطونا المعلومة حسب التجربة. كذلك أيضا ربما أكو حلول من بعض المواطنين يفكرون ببعض الحلول اللي ممكن تفيد المواطن. وكذلك أيضا اليوم كيف تشوف السعر مناسب بالنسبة للفئات المختلفة، أسعار الـ يعني خدمات الإنترنت المقدمة في
عموم العراق بصورة عامة. أيضا يعني حسب خبراء ومختصون هناك، للأسف شركات تقدم خدمة الإنترنت هي مخالفة للقانون، يعني هذه تحتاج إلى رقابات مشددة حتى بالتالي تمشي الأمور بطريقة قانونية وصحيحة. خلينا نأخذ اتصال. أبو وسام من الفلوجة، يا أهلا وسهلا أبو وسام. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة، أهلا وسهلا. بخير أكيد بوجودكم وتواصلكم. الله يسلمك. والله هاي الانترنت عندنا انترنت وعندنا طالبات وعندنا جامعات، يعني أنا كل شهر أدفع 80,000 هاي بس انترنت. انترنت 80,000 يعني الاشتراك 80,000؟ لا اي هو ياخذون 40. زين. ايه 35 او 40 بس هي يعني الشهر مال هذا يجي ركض، وهذا بالخط هم للانبار عندي بنيات بالجامعه هم يراد لي. الله يكون بعونك. هي يعني المعيشه تحتاج وتتطلب، الحياه مصيبة. تتطلب. بس انا اقول 35 و40 شو دعوه؟ يعني انت اليوم تشترك مرتين بالانترنت؟ اي والله. يعني مدى يكفيك؟ ما يكفي. اي نعم ما يكفي. طيب وهذا يقول لك بي امراض، هسه اكو جماعه يقول لك هذا بي امراض سرطانات ومدري شنو حاطينه فوق هذا فوق البيوت وما نعرف. يا شركه يجي ينطي ابو البيت بدون ما يقول لنا ويشد ويكمل وينطونه هو انترنت بلاش، ينطونه مدري شنو هو النوب ما اعرف شنو اللي ينطونه. زين كراميات. زين استفاديت؟ وطبع شاده ومكمل، يقولون هاي الاجهزه بيها بيها يعني سرطانات. الاجهزه اللي ركبوها شو يقولون؟ ركبوها يقولون مو زينه. بها مضاعفات. اها. طيب انت اليوم شلون شفت خدمة الانترنت من بعد ما خلو لك هذا الاجهزة خلوها؟ والله هي خدمة للمواطن حلوة، بس ابو الانترنت يريد، ابو الكهرباء يريد، ابو شو اسمه المولدة هم يريد، يسمونها السحب انتو. هي خدمات مستمرة. اي. والله هي خدمة. برأيك اليوم يعني شنو الحل حتى المواطن تكون عنده خدمة الانترنت جيدة وبنفس الوقت سعرها يكون مناسب، شنو الحل؟ والله الحل هم إذا يشوفوننا بكتي شوية يخفضون من السعر. هسا هذا المولد يريد 15 بالشهر. يعني دقيقة هسا خلي نفهم شوية أكثر منك. أنت اليوم بمحافظة الفلوجة، يعني خدمة الانترنت بالعامرية. نعم. عفوا؟ بالعامرية. طيب عامرية الفلوجة. نعم بالقضاء الفلوجة. طيب يعني تشوف انه انت اليوم خدمة الانترنت جيدة لكن سعرها غير جيد. سعرها ايه مصيبة سعرها، بس هي يعني خدمة جيدة ولا خدمة على واهنا كيف على الانترنت بي خدمة بي. مو احنا اليوم نريد نوضح اكثر حتى الجهات المسؤولة تتابع وتشوف يعني اي منطقة بها الخدمة ضعيفة، ويعني مو بس موضوع السعر، احنا نريد نعرف الخدمة هل هي جيدة لو لا. اعتقد راح ابو وسام. لا موجود بعد. موجود. اوكي ابو وسام، يعني انت مشكلتك بموضوع السعر عند يعني تشوفه اكثر من طاقتك. اللي يريد اللي عنده خطوط واللي عنده بنيات بالجامعه الا يعرف عنده بنات بالجامعه. كم بنيه عندك؟ كم طالبه عندك؟ والله عندي 2 هسه، مرحله ثالثه وثانيه. يعني هاي انت عندك 2 وحاير بهم، اكو تدري عندهم 5 و6 هذول معانات. الله تخرج العام، واحده تخرجت امي انا كنتي. الله يكون بعونك. عندنا كثير بالعربة قامت مو مثل قبل، هسه الدراسه صارت يعني يكملون، قبل ما نكمل حق السادس اول متوسط بطلها. صحيح. هذا طبعا هذا شيء حلو من عندك ابو وسام، انت داعم لبناتك، وهذا الموضوع جدا مهم حتى يحصلون على شهادات وان شاء الله يتعينون. ان شاء الله نامل ونتمنى، يعني حتكون عندنا حلقات ايضا عن هذا الموضوع في الفتره القادمه اكيد. شكرا لك. واليوم يعني نوهت انه الخدمه نوعا ما يعني حسب ما ذكر جيده، تعتبر جيده، بس هي اللي عنده مشكله بالسعر، اسعار الانترنت غاليه. وفعلا هذا الموضوع كلش يعانوا من عند كثير من المواطنين، انه موضوع السعر الانترنت يشوفوه سعر غير مناسب، وناس تتمنى انه تكون اقل خدمة الانترنت سعرها يكون اقل. يعني ربما يكون هو بسيط وسهل بالنسبة لكثير من العوائل اللي عندها هذه المبالغ، بس اكو عوائل هي اساسا ما عندها توفر لقمة العيش،
فيعني تدبر فلوس للانترنت يعني اكيد رح يكون صعب عليها. فنتمنى ونامل انه توصل للجهات المسؤوله. اليوم المواطن دا يعاني من موضوع الخدمه ضعيفه في بعض المناطق. هسه احنا لو نتطرق شوي للمناطق القرى والمناطق الريفيه وبعض الاقضيه، هذه عندهم مصائب بالنسبه لموضوع الانترنت، لانه الانترنت جدا ضعيف يوصل لهم، بالإضافة إلى يعني معاناتهم بموضوع الطلاب مثلا ما يقدرون يدرسون على الانترنت. حاليا الانترنت هو يعني يحتوي كل شيء، يعني احنا نحتاجه بكل بيت، بكل خطوة نخطيها في حياتنا يعني. فلذلك اليوم الطلاب اعتمادهم اعتماد كبير، يعني كان بالسابق الاعتماد على المكتبات وغيرها من الكتب، هسه الموضوع صار اسهل بكثير على الطلاب عن طريق الانترنت، يقدر يتوفر له كل شيء. سيرش بسيط راح يوصل لأي مصدر ممكن يستفاد منه عن طريق الانترنت. لكن يعني اليوم بدنا نتحدث عن اصحاب يعني اللي ساكنين بالأقضية والقرى والنواحي وغيرها، هذه كلهم عندهم معاناة كبيرة جدا بخدمة الانترنت، ضعيفة كلش، يعني للأسف ماكو اهتمام بها اكثر. فنأمل ونتمنى انه اليوم الجهات المسؤولة توصل لها الفكرة. ويانا اتصال علي من الانبار. اهلا وسهلا علي، شلون شفت العزيز؟ اكيد بخير بوجودكم وتواصلكم، تفضل علي. شكرا جزيلا. زيد فضلك اختي العزيزه، انا قبل كم يوم اتصلت بكم. نعم. وانقطع الاتصال. نعم. عندك مناشده؟ مناشدتي اليوم اسمها مال التعويضات الانبار النازحين. اي نعم. نعم. طيب. رفعت المعامله الى بغداد. اي والمعامله من قدمتها انطيت عليها مبالغ، انطيت فلوس على مود توصل المعامله. وصلت هناك اللجنه ببغداد، هناك من الوزاره. نعم. خلي يسمعون الجهات المسؤوله، اليوم حتى المعامله قامت تمشي كلها بفلوس. طيب اسمها وبعدها المعامله من ما قدمت هناك اكتشفت المعامله عفوا اسمها شاقينها وذابينها بالسلم والنفايات. معاملتك دفعت فلوس وما واصله اصلا للجهات المعنيه؟ ما وصل للوزاره، اكتشفت شاقينها ورامينها بالسلم والنفايات، ولحد الان ماكو اي شيء، واكو بيهم البيوت ما بيها شيء، ما بيها شيء، استلمت عندها واسطات وغيرها لحد هاي اللحظة اسمها استلمت. زين، ما حاولت توصل صوتك للوزارة أو تروح تقدم طلب مثلا أنه أنا معاملتي وصلتها؟ ماكو أي فايدة، جمي هنا طلعهم كشي. أي. واسمه ضاعوا بعيونهم، والاسمه الأضرار هنا وهنا، والاسم احنا البيت اسمه ضربته اسمه الطيارة بأحداث تنظيم داعش. نعم. واكو بيهم عنده واسطات طلعت واستلمت، احنا انطينا عليها مبالغ وطلعوا جمع اسمه كشف وغيرها وصوروا وهاي، وقالوا اسم الكتاب مالكم المعامله ان شاء الله حترفع هناك يم الوزاره، وانطيناهم كان قال وكل اسمه. طيب خلي بس افتهم منك اكثر، هذه المعامله مال شنو بالتحديد؟ نعم. هاي المعاملة الأوراق اللي قدمتها على مود شنو؟ على مود التعويضات؟ اي نعم. التعويضات اللي هي 4 ملايين. ما أعرف هي ايش قد، بس احنا لحد الآن هسه إذا هي 4 ملايين هسه، يعني هسه تتجاوز بين 2.5 3 هسه، احنا لحد الآن احنا منطين وماكو أي اسمه أي نتيجة. كل شيء ما استفادتك، ما وصلكم أي شيء. كل شيء ولا معاملتكم وصلت. يعني كل فترة اسمه خابرونا الجماعة احنا عندنا واسطات وياهم، يقول اسمه احتجت مبلغ هالجد وننطي المبلغ ويقول راجع بها نقصات، قدمها من هناك، وبعدين اسمه اكتشفنا عندنا اسمه واسطات المعاملات كلها مصفطة ومرمية
مرميه بالسلات مال الفاير. اكيد هاي حالات فرديه دا يستخدموها للاسف بعض الموظفين يستخدمون هاي الحالات والاساليب حتى ياخذون فلوس ايش قد ما يقدرون، وبالتالي اصلا ما يسوون اي حاله ولا يساعدون اي حاله. يعني اخ علي راح تكون اكو حلقات خاصه بالفتره الجايه، ولابد انه يكون عندنا اتصال بوزاره الهجره والمهجرين حتى بالتالي نفهم من عندهم ليش هذه الحالات دا تصير، وليش بعض الاشخاص لحد الان ما استلموا المبالغ. وإن شاء الله رح يوصل صوتك اليوم من خلال حلقتنا، وأيضا رح ناخذها بحلقات قادمة بتفاصيل أكثر، يعني مو بس أنت أخ علي، يعني أكو كثير من المواطنين اللي لحد الآن متضررين ولحد الآن يعني راجعين لأماكنهم وأماكنهم بعدها كلش تعبانة وبنفس الوقت ما حصلوا التعويضات. أعتقد اتصال آخر. نعم، أبو حكمات من الموصل. السلام عليكم. اهلا وسهلا ابو حكمات، اهلا وسهلا بك. احنا من الجيش السابق. نعم. هاي صار 20 سنه معاملاتنا نايمه بالمحاربين، لا تقاعد ولا حقوق ولا اي شيء، وعمرنا تقريبا راح يتخذ 70 سنه. يعني ايش ندنبنا احنا؟ ايش ما ينطونا حقوقنا؟ يعني ينطون المصري، السوداني، الايراني، ما خلى واحد الا ما انطى حقوقه. ليش ما ينطونا احنا الجيش السابق؟ ليش ما ينطونا؟ وين وزير الدفاع؟ بس نايم ويفتر. طيب يعني حضرتك من ضباط الجيش السابق؟ لا لا انا نايب ضابط. نعم. انا نايب ضابط مو ضابط. طيب. والله عندي خدمه 35 سنه، وعمري انا مواليد 55، يمكن عمري بال 67 سنه. نعم. ان شاء الله العمر كله يا رب الصحه والعافيه. اشكرك. طيب ليش يعني ليش لحد الان ماكو اي يعني ما قدمتوا طلب، ماكو حقوق لكم؟ يعني مقدمين معاملات. شنو الاجابات يعني شنو يردون عليكم؟ يقولون لا عندكم قرار 117 اللي ما اعرف ايش عندكم، يعني يطلعونا عرقلات، بينما احنا عندنا كونيا وعندنا خدمه وعندنا كل شيء. طيب هي اعتقد الدائره العسكريه اللي موجوده بزيونا صح؟ هي على المحاربين وزارة الدفاع. نعم ما المحاربين ما يمشون. هاي صار 20 سنة، يعني اكو واحد يجي 20 سنة معاملة نايمة؟ والله بكل العالم ما صايرة. يعني اساسا معاملاتكم ما حد اهتم بيها. طيب اكو حالات مثلك يعني مشت ولا فقط صارت على ناس وناس؟ اذا اقول لك احنا 20,000 واكثر هم. 20,000؟ ايه 20 واكثر هم. وما حصلتوا اي شيء؟ ما استفدتوا اي شيء ابدا؟ بس كل شيء ما حصلنا من حقوقنا، وراح نموت يعني عمرنا 67 سنه. الله يعطيكم الصحه والعافيه. مو صغار. طيب يعني هي يم التقاعد العسكريه؟ التقاعد العسكري والمحاربين والصوت كله بوزاره الدفاع. يعني وزاره الدفاع ما يعني هي متى تتقرر قرار؟ هسه نقول لهم يابا اذا ما اعطونا حقوقنا فلوسنا اللي موجوده بالصندوق مال التقاعد خليه يرجعوا لنا، يا ما اريد تقاعد، طز بالتقاعد ما اريد. صحيح كلام سليم جدا، وفعلا يعني على الاقل فلوسكم انتم ترجع لكم اذا ما يسووا لكم اي شيء. ما لا ما ينطونا، ما لازم يعتبرونا احنا ايش يعتبرونا؟ خلي يعتبرونا يعني هاي تعتبر مكافاه نهايه الخدمه على الاقل. لا ما احنا بالنسبه لنا مو مساله مكافاه، احنا من كنا بالجيش نداوم يقطعون مره رواتبنا يخلوها بصندوق التقاعد. نعم حقوقكم. حقوق يعني فلوسنا موجوده بدائره التقاعد وما ينطونا، يعني ليش؟ خو ما احنا شنو؟ يعني احنا كنا جيش، خو ما كنا جيش مال واحد لو مال اي شخص، احنا جيش مال الجيش العراقي كنا. بس هسه عند هذول كلهم البرلمانيين والوزراء اي هاي كم وزير جول الوزارة الدفاع ولا واحد منهم طالب بحقوقنا. طيب ماكو اي نائب ممكن تولى قضيتكم او مشابهة؟ اكو مثل بالعربي يعني نواب الموصل، يعني ماكو اي نائب يعني هم نشطين نواب الموصل نشطين جدا؟ لا 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 هم بس يصلون الموقع اللي يريدوه والبقية يقول هذا، وحتى رقم تليفونه يبدل حتى ما يعرفك. طيب راح تكون ان شاء الله حلقه خاصه بالفتره الجايه ما دام انت تقول اعداد 20,000 يعني اكيد يعني يحتاج حلقه. هام. نعم 20,000 واكثر هام. ان شاء الله حتكون اكو حلقه خاصه. لو بس اني احنا ما نريد. راح تكون اكو حلقه خاصه ان شاء الله، وراح نسوي اتصال بالجهات المسؤوله بدائره المحاربين
ونشوف تواصلنا مع العلاقات هناك، وان شاء الله يعني ان شاء الله تكون اكو حلول يعني بالفترات القادمه. شكرا لك اليوم، وضحت نقطه كلش مهمه، انا راح نسلط الضوء عليها بالايام الجايه ان شاء الله. ويانا اتصال اخر. ايهاب من الانبار. الو، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه. عيني ست العزيزه، انا عندي مناشده اذا بها مجال. نعم. انا ايهاب من محافظه الانبار، اذا امنيتي يعني اذا ممكن توصلين الرساله والصوت. امنيتي اشوف الشيخ خميس الخنجر مدير قناه الفلوقي. ان شاء الله يوصل صوتك وتدلل. إمانة يعني انت كادر بين الناس، وهاي قناه مسموعه وصوت رديء. امانه ما توصلين صوتي. نعم، اليوم انت صوتك مسموع وخلينا على الجو، وان شاء الله راح يوصل صوتك، وان شاء الله يتلبى طلبك في الفتره المقبله. تدلل. اي والله امانه هاي ان شاء الله. شكرا 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 لاتصالك، شكرا لك. نرجع اكيد لموضوع خدمه الانترنت وتاثيرها على المواطن. واحده من الجوانب المهمه جدا اليوم بضعف خدمه الانترنت اللي ممكن مو بس تؤدي لمشاكل كثيره للاشخاص اللي يعملون يعني اساسا عملهم باكمله هو عن طريق الانترنت، سواء كان يعني عمل مكتبي او في المنزل او في اي موقع كان. المشكله ايضا تكون في بعض المؤسسات اللي اعتمادها على الانترنت، سواء كان مؤسسات عامه او خاصه، يعني أهلية أو حكومية. اليوم أيضا هم يعانون بشكل كبير من ضعف خدمة الإنترنت، طبعا حتى لو أخذها بأكبر حزمات متوفرة أيضا هناك مشكلة ببعض المعاملات اللي ممكن للأسف يعني هناك عقبات يواجهها كثير من المواطنين بتأخير المعاملات بسبب خدمة الإنترنت الضعيفة، لذلك تبقى تتأجل حتى ثاني يوم وغيرها وغيرها. يعني فأكو ناس توصل تجي حتى تشوف أكو عروض معينة أو تفاصيل معينة موجودة، يعني مثلا تم الإعلان عنها قبل أسبوع، من بعد هاي الفترة يجون يلقون الموضوع راح وانتهى بسبب خدمة الانترنت ضعيفة. طيب خلنا ناخذ اتصال. أبو يوسف من الفلوجة. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. شلون الست اخبارك؟ بخير اكيد بوجودكم بتواصلكم. حياك الله ست. يا اهلا ست. بالنسبه اليوم موضوعنا على الانترنت غير. اي والله هو زين ومو زين. شلون؟ اذا ندبس على السعر والله هاي هينه، بس عندي المعاملات ماشيه عليه. أي يعني هو رحمة ونقمة. أي الرحمة ما يعني قاعد يمشي أشياء هواية يعني زينة. وبالنسبة للسعر يعني ما نقدر نقول لهم إحنا السعر، هو الأخ اللي قبلي قال لي على مود السعر 40 و30. إذا استعداد يعني قسم من الجماعة يبيعون حتى غذائية مالتهم ويشتركون يعني بالطريقة هاي. والثانية مال العفو هاي المكالمات اللي يعني الخدمات المقدمة. اي المقدمة اي نعم. عندي كل هاي الموزينة هاي مال الطلاق صارت بسبب الانترنت، يعني صارت مشاكل هواية دي. انت تقصد استخدام الانترنت، احنا اليوم بدنا نتحدث عن خدمة الانترنت. استخدام الانترنت انا تحدثت عنه بالحلقات السابقة بسلبيات كلش هواية يعني وظواهر دا تنتشر بسبب احنا دا نستخدم الانترنت بطريقة خاطئة. لكن اليوم خدمة الانترنت اكو ناس دا تشتكي من ضعف خدمة الانترنت. هسا انت بمنطقتك خدمة الانترنت جيدة؟ والله مو جيدة، ضعيفة والله. ضعيفة. أيوة. زين سعرها زين تشوفه مناسب؟ والله السعر ماله 30 35. بالنسبة لك أنت يعني كمستوى مادي تشوفه مناسب؟ أي طبعا أي طبعا، بس أكو لا والله المواطن بسيط يعني خلي يسمع الجهات المسؤولة يسمعون ده يقول إيه عادي يعني مناسب، بس هي الفكرة أنه الخدمة ضعيفة يحتاج خدمة انترنت تكون جيدة. أي عافية. أي ضعيفة حيل والله. أنا أشكرك أبو يوسف اليوم أعطيتنا رأيك بخصوص هالموضوع. ربما يعني المواطن مشكلته انه تكون خدمة الانترنت جيدة فقط، يعني حتى ده يقول يعني ذكر نقطة ايش قد صعبة انه في عائلة
تبيع موادها الغذائية اللي هي المفروض تتناولها حتى في سبيل تشترك خدمة الانترنت. طبعا اكيد هي دا تشترك مو للتسلية، اكيد لان دا تستفاد من عنده، ولان حاليا الانترنت صعب يكون ما موجود باي بيت. اعتقد اتصال ساعج عليه ان شاء الله. يا ممنون ممنون ابو دحام من الانبار، اهلا وسهلا بك ابو دحام. الو ست ساره شلونك؟ شلون صحتك؟ انا بخير اكيد بوجودكم وتواصلكم. اهلا وسهلا. والله شرفتونا وقناه الفلوجه على 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 روسنا. شكرا جزيلا، شكرا. انتم الشرف ان اكيد، وتواصلكم هذا اهم شيء، وهو بسبب يعني نجاحنا ووجودنا اكيد. ابو دحام نعم. ست ساره ان شاء الله انت ناجحه، وان شاء الله معاش معاش الاخ انور الحمداني. الله يحفظك. اتيكم تعبانين بالاستوديو الفلوجه. الله يحفظك والله، يعني بوجودكم يعني نجحنا بوجودكم. طيب اليوم ابو دحام شلون تشوف خدمه الانترنت بالعراق؟ هل الخدمه جيده؟ هل اليوم نحتاج الى خيارات افضل من هذه الخدمه؟ والله ست ساره او يعني بيضعف يعني ضعيف. الخدمه ضعيفه. انت اليوم بمنطقتك وين؟ بالانبار. في الانبار ضعيف يعني الانترنت. واثنين والله لو شويه ينزلون من اسعاره يعني والله هوايه. يعني ايش قد السعر يعني مثلا؟ يعني ينزلون تقريبا نسبه يعني من عنده، تعلمون الناس يعني تدرين والله صرفه هوايه. صح صح، اكو عوائل يعني ما تقدر تدفع انترنت يعني ومولد نعم ووطني وغيره. نعم اللي عنده راتب، اللي عنده راتب 400 ما 500 وين يصرفهن؟ يعني الايجار لو الانترنت لو المصرف لو الدكتور لو والله صحيح، والله حقك. واذا واللي عنده عائله كبيره اكيد راح يكون صعبه عليه جدا. بالضبط. ايوه ست ساره، يعني انت والله انا اشكرك، وانت والله فاعله فعول خير. الله يحفظك. انت وانور الحمداني. الله يحفظك. بالخاصه اثنين انتم. اي نعم. الله يحفظك، انا اللي اشكرك جدا، واكيد وجودكم هو المهم وتواصلكم هو المهم، ورايكم هو اهم من كل شيء، لان نحتاج رايكم حتى نوصل للجهات المسؤوله. احنا الوسيط اللي نتمنى ان يكون وسيط ايجابي حتى نوصل صوتكم للجهات المسؤوله. طبعا اصحاب الضمير احنا بدنا نوصل الصوت، يبقى بعد الفكره توصل لاصحاب الضمير اللي هم راح يجدون حلول ويحاولون ان يصلون الى حلول معينه، لكن اللي ما عنده ضمير هاي بعد هو والله يتجازه وهو مروته بعد. طيب اكيد خلنا يعني نتواصل وياكم بالتفاصيل الاكثر، ونشوف ايضا راي الناس بموضوع الانترنت على السوشيال ميديا. اغلب الشبكات مال الانترنت تعبانه بالنسبه للبيانات، جربنا كل الخطوط تعبانه، والراوتر ايضا ضعيف يوميا فاصل. هاي مشكله الراوتر، يعني يمكن ابو الانترنت يعني او اصحاب المجهزين طبعا عندهم معاناة كثيرة. طفي الراوتر شغل الراوتر بسبب موضوع ضعف الانترنت، هاي واحدة من الاشياء اللي يستخدموها للأسف. خدمة الانترنت في البلد لم تستقر ابدا منذ انطلاقها والى الان، ويصنف العراق ضمن الدول الأسوأ بسرعة الانترنت في العالم وللأسف. وبالطبع يرجع السبب الرئيسي إلى وزارة الاتصالات لكونها المعنية بذلك، فضلا عن أننا إلى الآن لم نتخطى الجيل الرابع من خدمات الاتصالات، وبعض الدول وصلت للجيل السادس. فيجب أن تكثف الجهود المبذولة من قبل وزارة الاتصالات ومحاسبة أي تقصير يصدر منها، والتعاقد مع الشركات العالمية للاتصالات لحل هذه الأزمة المستمرة والمهمة. ربما هو اختصر الموضوع بشكل كبير جدا. فعلا الدول وصلت لحزمات ولشبكات وخدمات جدا بجودة عالية، وإحنا ما زلنا للأسف بهذه المعاناة وخدمات الضعيفة. خلينا نتابع أيضا رأي آخر. كل الشبكات الانترنت تعبانة بالعراق، يعني هو اختصر هذا الموضوع كلها، لأنه واضح أنه في ناس جربت أكثر من شبكة حتى تشوف أي الخدمة أفضل، لكن يشوفون تقريبا كلها نفس المستوى، وهذه مشكلة لما تكون كل الشركات نفس المستوى. نأخذ أيضا رأي آخر. أنا من محافظة النجف الأشرف، أرقى شبكة الكيبل الضوئي، انترنت ممتاز. يعني هذا الرأي أيضا رأي إيجابي حلو، عبر عن رأيه في محافظة النجف. موضوع شبكة الكيبل الضوئي استخدامه جيد. رأي أخير، النت بالعراق مثل الكهرباء
للأسف زفت. ثلاث خدمات بالعراق ما تصلح للأبد، الكهرباء والماء والإنترنت. يعني هذا رأي المواطن، أعتقد هذا رأي أخير كان الرأي بخصوص الإنترنت والماء والكهرباء وهذه المشاكل والخدمات اللي يعاني منها المواطن بشكل مستمر وبشكل دائم. احنا دائما نسلط الضوء على هذه المواضيع حتى توصل للجهات المسؤولة حتى يعرفون معاناة المواطن أكثر. طبعا أكيد صعوبة وصول خدمة الإنترنت رح يعرقل كثير من الأمور بالحياة ومجراها، لأنه إحنا اعتمادنا إحنا من الدول المتطورة، لابد أن يكون هناك خدمة إنترنت جيدة حتى المواطن. بالتالي مو بس الإنترنت استخدامه للتسلية، وإنما هناك الكثير من المشاريع والموظفين وغيرها من المؤسسات اللي تعتمد على الانترنت. نأمل أن تكون وصلت الصورة والفكرة إلى وزارة الاتصالات وإلى كل الجهات المعنية والمختصة بموضوع الانترنت، والشركات عموما يسعون لتطوير أكثر وأكثر، ونتمنى أن نضاهي دول متقدمة إن شاء الله في الحلقات القادمة نتطرق لمواضيع إيجابية أكثر بهذا الموضوع. شكرا لحسن المتابعة، نلتقيكم بحلقة جديدة، إلى اللقاء.